كل واحد بهالبيت يسمع صوت أغاني. يلا أتارف وصل المكبر، نحن من سنين منحتفل بهالمناسبة بهاي الطريقة، يعني ما في شي جديد. شو صار معك؟ بسرعة شوي، شو أنت صاير كسلان مثل أختك بلافي؟ أنا ما رح أسمح لتعمل هاي المراسم على باب بيتنا بأي ثمن. بس اللي أنا بعرفه أنه أبداً مو منيح الواحد ما يعمل مراسم الذكرى لأمه. لا ما بقدر أعملها. شو صار معك؟ كل هالقد بياخد معك وقت تركيب مكبر الصوت؟ بتوقع أنه عطلان. رش مي معطرة على الأرض والأكل. الأكل؟ الأكل 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 أكل خاص بمراسم الذكرى. خاص؟ بس أنا ماني مجهزة أي أكل خاص. كلياني أنا بعرف منيح أنك بتكرهيني، بس لا تخلي كرهك لإلي يكون السبب بأنه تخرب مراسم ذكرى أمك اليوم. خدي. بهداك اليوم كلياني قالت إنه ما أنا بحاجة بيتنا لحتى تعمل فيه مراسم ذكرى الوفاة تبع أمها. يا مدام أنا ماني مجهز مكبرات الصوت. استنى شوي. بس وقت يوصل مكبر الصوت لعند هاي البنت رح تتقاطع أغاني الاحتفال اللي رح نحطها مع صوت مراسم الذكرى تبع أمها. أعطي هاي الفواكه لكالياني وخبرها إنه الخالة اللي بعتت لياهن. حاضر. بتمنى الخير والسلام يا عمو بالدنيا، وكمان تخلص كل المشاكل. نتمنى السلام والخير يا عم على الكل. على الكل. بتمنى السلام والخير يا عمو على الدنيا، بتمنى ما حدا يكون متضايق. نتمنى الخير والسلام يا عم على الكل. يا عم والتوفيق. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.